السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، والشرف لي الكبير معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق. تناولنا في دروس سابقة ايضا تناولنا طريقة التقسيم بمقام العجم وكيف انتقل الى الحجاز. اكرر الملاحظة المهمة اللي هي انت اذا ما تعرف السلالم لبقية المقامات بتقدر يكون ترابط، لكن هناك ايضا قاعدة. قبل ما ابدي، هناك دورات اونلاين لمختلف دول العالم، 8 محاضرات بالشهر قابلة للتجديد باشتراك شهري، هذا الاونلاين مباشر وياي. إضافة إلى أنه الدورات في بغداد، إذا يعني أستطيع أن أذهب إلى بيت الطالب شرف إلي الكبير، حتى علمه على الأسس الحقيقية والصحيحة والعلمية اللي هي بدون هذه الشوشرة والهوسة الموجودة في بعض الأمور الموجودة في اليوتيوب. في 5 دقائق تتعلم عزف عود، ما أكو شيء بالموضوع، لازم على أساس علمي، وخاصة النوطة الموسيقية اللي حبي يتعلم نوطة او حرفي. اليوم احنا عندنا شنو؟ عندنا نهاوند، عندنا نهاوند، وكيف راح نطلع من عنده الى مقام اخر. راح يصير عندك دو، طبعا اول شيء سلم نهاوند دو ري مي فا، شوف دو ري مي بمول فا صال لا بمول سي بمول دو دو سي با. احنا هذا ناخذه اللي يسمونه الهارمون الموجود عندنا حاليا، دو ري مي فا با دو ري مي بمول فا صال لا سي، يصير حجاز بالنزول ينزل كورد لا سي لا صال فا مي ري دو. ناوند دو ياخذ 3 علامات، سي بمول مي بمول لا بمول، بالصعود فقط يصير سي طبيعي، بالنزول ينزل كورد. بس عندك دو ري مي بمول فا صال فا مي ري دو، شوف شوف لا سي دو لا دو با لا سي دو ري دو سي دو سي نا كورد نزل سي بمول سي نا صال فا مي بمول ري دو. لاحظت التغيير؟ رجع الفيديو واكثر من مرة راح تلاحظ. شوف نغير سي الى سي بمول، سي طبيعي سي بمول. هاي اضافات من عندي، دو سي دو ري سي بمول دو، وحتى الصبي فرع منه يعني دو سي لا سي دو سي لا سي دو سي لا صال. ان شاء الله تناوله في فيديو اخر حتى لا تكون عليكم المعلومات متضاربه. فشرفي لي الكبير، وان شاء الله تستفادون اكثر بالدوره الموسيقيه، ولا تنسون اللايك والاشتراك اخواني لدعم القناه، وايضا اللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.